الآن أنا أخ لفتاة تعبت نفسيا في الآونة الأخيرة وتشك في عدم معموديتها إنها ما تعمدتش يعني، حيث إن الأهل لا يتذكرون أنهم عمدوها، كما لم تجد سجلات في الكنيسة الخاصة بنا والمعمودية لا تتكرر. قوانين الكنيسة بتقول إذا كان الإنسان يشك في معموديته يتعمد، لأن لازم ندور على صلح. ما دام الكتاب المقدس بيقول من آمن واعتمد خلص فأدخل الخلاص في المعمودية، ومعلمنا بطرس الرسول بيقول عن الفلك الذي فيه خلص قليلون، أي ثماني أنفس بالماء الذي مثاله أيضا للمعمودية. مادام المعمودية ضرورية إلى هذا الحد، وكل الذين آمنوا في الكنيسة الأولى كانوا يتعمدون، 3000 واحد من اليهود نخسوا في قلوبهم وآمنوا يوم 50، وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة؟ فقال لهم القديس بطرس الرسول: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا الروح القدس. يعني لو كان مش مهم المعمودية، إيه اللي يخلي الرسل يعمدوا 3000 واحد في يوم وهم 12؟ يعني يمكن كل واحد عمد 250، حاجة مش سهلة. ما دام المعمودية لازمة للخلاص، الكلام ده بتاع الرسل يوم 50 موجودة في أعمال 2:38. ما دام المعمودية لازمة للخلاص، وربنا يسوع المسيح قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، فلازم نعمد الناس. إن كان مشكوك في معموديته تتعمد، فإن كانت اتعمدت يبقى ما فيش خوف، والمعمودية الثانية تعتبر كأن لم تكن. لكن ما دام بتشك يبقى لازم تتعمد، وما تخافش. احنا بنعمد البنات الكبار بطريقة سهلة جدا، بيخشوا في المعمودية وبعد جحد الشيطان والإيمان بنسيب البنت جوه أوضة المعمودية تغير هدومها وتلبس تونيا من عندنا أو أي ملابس بيضاء يعني، وتروح للمعمودية وتخبط لها. نخش نعمدها ونخرج ونسيبها تغير ملابسها، ولا تخجل أبدا في هذا اليوم، فيبقى أحسن تتعمد. واحد بيقول: هل الشيطان يعرف الفكر الذي في عقل الإنسان؟ في أفكار الشيطان هو اللي بيحطها في عقل الإنسان، لكن كل الأفكار الأخرى غالبا لا يعرفها. لكن ممكن الشيطان يستنتج ما في فكر الإنسان، نوع من الحدث من براعة الفكر، من ملامح وجهه ما يقدر يستنتج أشياء.
لكن هو بيدخل أفكار في عقل الإنسان. واحد بيقول لماذا لم يذكر عدد النساء والأولاد في معجزة الخمس خبزات؟ قالوا 5000 من رجال غير النساء والأولاد. مفروض الرجل بيمثل الأسرة كلها والمقصود بالمعجزة انه يذكر ازاي شيء قليل ادى لآلاف كثيرة، لكن مش معقول يقول 5000 رجل و4873 ست، يعني الكلام مش ملهوش معنى. ازاي ان 5 خبزات كفوا 5000؟ هو ده المهم في المعجزة. والمهم ايضا في المعجزة اللي فاض منها، لان دي معناها ان السيد المسيح خلق خبز ما كانش موجود. مهما كان 5000 رجل وافرضوا ستات ورجالة، يعني يمكن يطلعوا 12000 كلهم، ازاي هتكفيهم 5 خبزات؟ يعني لابد ان حاجة مادة جديدة خلقت. واللي يوري اكتر من كده ان فاض 12 قفة مملوءة، فال 12 قفة مملوءة توري ان في مادة جديدة كان خلقت. لان لو 5 خبزات شموهم بس شم من بعيد وقالوا شبعنا وحطوهم على الأفف، مش ممكن هيملوا 12 قفة. فده المهم في المعجزة. لكن ما تبقوش حساسين كتير وتقولوا عدد النسوان قديه وعدد العيال قديه. الذي يهدف ليه الكتاب المقدس هو المعنى اللاهوتي اللي يلزم لخلاصنا، او المعنى الروحي الذي يلزم لخلاصنا. واحد بيقول هل الملائكة تنام؟ ولماذا ينام الإنسان؟ هل لأنه بيتعب والملائكة لا تتعب؟ وهل الملائكة تجوع وتأكل؟ وما المقصود بخبز الملائكة اللي ورد في المزامير؟ وهل خبز الملائكة طعام روحي أم طعام جسدي؟ الإنسان بينام لأن له جسد مادي. الإنسان بينام لأن ليه جسد مادي، والجسد المادي بيتعب فبيحتاج لنوم. لكن الملائكة ليست لهم أجساد مادية. في مزمور 104 آية 4 بيقول الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. فدي أرواح ما بتتعبش ولا تأكل ولا تشرب، لأنها ليست محتاجة إلى أكل مادي ولا إلى شرب مادي. وهكذا نكون نحن أيضا في العالم الآخر، نأخذ أجسادا روحانية كما ورد في كورنثوس الأولى 15، بنخلع الجسد الترابي بالموت، ثم في القيامة بعد ما تقوم أجسادنا تتغير إلى أجساد روحانية. وما نقومش، لا نقوم بأجساد مادية، إنما نقوم بأجساد روحانية. والأجساد الروحانية دي لا تأكل ولا تشرب ولا تجوع ولا تعطش. وقال عليها ربنا في حديثه مع الصدوقيين في متى 22، قال إن الناس يكونون كملائكة الله في السماء لا يتزوجون ولا يزوجون. فالحياة المادية دي هنخلعها تماما،
والجسد الترابي المادي هيتجلى بجسد روحاني. فإذا كنا نحن البشر سوف نتجلى بجسد روحاني، نفس الجسد بس يبقى جسد روحاني، فكان بالأولى الملائكة اللي هم روحانيين بطبعهم، فمش يتعبوا ولا يجوعوا ولا يعطشوا. وما تخافش ما تشفقش على الملائكة أكتر من ربنا، هم مش يجوعوا ومش يعطشوا ومش يتعبوا. أما خبز الملائكة فإذا كان قد قيل عن البشر إن الإنسان يحيا بكل كلمة تخرج من فم الله، فكان بالأولى الملائكة ممكن خبزهم يكون من هذا النوع، خبز بالروح بكل تغذية روحانية للإنسان، يعني يتغذوا بمحبة الله، يتغذوا بالنعيم اللي بيعيشوا فيه، يتغذوا بعشرة ربنا، بحاجات روحانية. في غلطية 4:4: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. بيقول أين كان الابن قبل أن يرسله الله، وما معنى عبارة لما جاء ملء الزمان؟ الابن كان في الآب والآب في الابن، الثالوث القدوس موجود منذ الأزل، والابن كان موجودا منذ الأزل ثابتا في الآب والآب فيه. ما معنى عبارة لما جاء ملء الزمان؟ لما جاء ملء الزمان يعني الزمان الذي كملت فيه النبوءات أو تكمل فيه النبوءات، الزمان الذي أعد فيه الله العذراء مريم لكي تكون الأم التي تحتمل أمجاد الابن المتجسد، الزمان الذي يكون فيه الله قد أعد يوحنا المعمدان الذي يعد الطريق قدامه، الزمان الذي يكون الله قد أعد فيه الرسل الاثني عشر الذين يحملون الرسالة، الزمان الذي يكون الناس فيه قد فهموا أو أصبحوا مستعدين أن يفهموا ما ورد في العهد القديم من نبوءات، من رموز، من إشارات إلى السيد المسيح. لذلك لما بدأ الله يفتح أذهانهم ليفهموا كانوا مستعدين. الزمان الذي يمكن أن يكون يوحنا المعمدان يعد فيه أناسا بالتوبة لاستقبال السيد المسيح، بل أكثر من هذا، كان الزمان الذي حكمت فيه الدولة الرومانية وأعدت الطرق، لأن الرومان كانوا مشهورين بإعداد الطرق التي صارت سهلة في انتقال الرسل في الكراسي، بل الزمان أيضا الذي قبل حكم الرومان في عهد بطليموس الثاني كانت التوراة قد ترجمت، أو العهد القديم قد ترجم إلى اللغة اليونانية، واللغة اليونانية كانت لغة عالمية أمكن بترجمة الكتاب أن تنتشر النبوءات بين الأمم. وأيضا الزمان اللي كان فيه الأمم أصبحوا في حالة مستعدة أيضا لقبول الكلمة.